شوي. نرقى قهوة فوق، تستقهوى معي؟ خلني برا برقى فوق الحين. بس شوف ان طاح شيء ترى لا تتعلم احد، لا تقول لحد. مش كما ادري شلون ارقابك، بس بلا اني اطيح في المويه. يما يما واحد فيه شو الحين اجيب القهوة. ابو علي شلون بجيبك الحين؟ اصبر شوي. يا ساتر انكسر ابو عيد. ما انكسر الاصل انه ما انكسر، بس هذا هو تمام ما في شيء. حلو خلني برقى الحين، برقى ما انكسر ان شاء الله انه ما جاء شيء. وينه؟ وين حطيته؟ وين وديته هنا؟ اي هذا هو. ايوه تمام. شفت يا ابو علي هذا المنتجع من فوق، شف ناظر، ما انت ما انكسرت انا عارف، بس ما حد شاف ان شاء الله. حال انا هنا خلي بس بطلع جوالي امزح الفنجان، امزح امزح. تقعد تعلم سامي جوعوني، ثم الحين دخل عليه ابو كاتم انا فاضي. يا الله أحلى جو في العالم الحين. يقول صبولي من الفنجال وسقوني من الدلة. لا هي قع شاهي يعني، ما قل صبولي من الفنجال.
لا 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 يوه العقال وراء اليوم بغيت اطيح صح. يا بويا من حسرتينا كل الشعب راقد لنا ما جاني النوم ما حد قاعد معي واحد سهر معي جعلهم الصلاح ما في الا انا قاعد مفيده الحمد لله الحمد لله. استغفر الله ابو علي اقول لك يوم شربت انا كذا شو اجي تطيح في شيء تحتي. اي اسمع انا الحين تدري شو المشكله او مو مشكله او اذا جيت اشرب كذا شوف تطقني امي من هنا. ليش امي تتنرفز من ذا الصوت كذا فتطقني كذا. اذا طقتني امي كذا اعرف ان امي يا انها ها مروقه ولا انها يعني عادي اسوي شيء. فاذا طقتني كذا عاند واقعد اشرب كذا كل شوي. انا اشرب كذا بعدين فجاه راسي يقول كذا واشرب بالراس يقول كذا مو بيقول كذا يعني من الصدفه. الصدفه يعني ضربه في مؤخره الراس. الصدفه وش الصدفه هذه بمعنى ما ادري وشو بس انها بمعنى اصبر لا تطيح بس انها بمعنى ضربه في مؤخره الراس زي كذا انت بتطيح. الصدفه هذه الصدفه ضربه في مؤخره الراس زي اللي سويت لك قبل شويه اصبعي عرفت. هذا مسمى معنى الصدفه عندنا وايضا تسمى الضربه في مؤخره الراس تسمى بجذعه. فيه صدفه وجذعه وعلباويه كذا علباويه هذه عند اهل الرياض بعطيك علباويه يعني كذا فهمت. ايه فهذه المسميات. انا مشكلتي ان ما جاني النوم ف مشكله. الحمد لله الحمد لله انك قايم. وش الكلمه اللي طلعت ذي ما ادري ايش والله. الحمد لله انك قايم فيعني ما في الا انا وانت بس يلا ما عليه. طبعا حاب اعلمك هذا الكبك هذا غالي شاري بفلوس غالية والساعة هذه غالية بعد والغثرة يعني الحمد لله أنا ما ألبس إلا غالي ترى على فكرة يا أبو علي. يعني أنا ولد مترف. شو يعني مترف؟ مترف يعني ما أدري هي من الترف والله إني ما أدري. المهم إنه يعني إني راعي فلوس. أنا ما أحب هايت بس هذا الواقع يعني الحمد لله. استغفر الله العظيم استغفر الله يا رب إنك تسامحني عرفت. فمو بنت الحين لك الحين اسبوعين وانت بذا اللبسه ذا ما غيرته. انا الحمد لله يعني ثوب وغتره يعني قد شفت واحد واقف فوق جدار مرسم. ايه انا من قوه ما انا مطلوخ ما شاء الله تبارك الله اقعد فوق جدار وانا مرسم. يعني ما تدري بكره وش بسوي يمكن ما تدري. يا بويا من حسرتينا هذا الشاهي. طبعا هذا الشاهي يا ابو علي راح زد رصيدك عرفت. طبعا شاهي زد رصيدك يختلف عن الشواهي الباقيه. شاهي زد رصيدك تشربه تمسك خط بريطانيا من قوه ما هو تمام. حتى القهوه حق زد رصيدك تشرب قهوه زد رصيدك ما تمسك خط بريطانيا تمسك خط امريكا سياره بعد مو طياره يعني من قوه ما هو ما شاء الله يصحصح بك عرفت. والله اني اعرف اعلن والله اعرف اسوق صدق. شفت اني اعرف يعني الحين بكره كل الناس بيشترون قهوه زد رصيدك عشان قلت ذا الكلام والله استغفر الله. ف هذا المنتج من الفوق
من فوق يعني. شوف هذيك الغرف، هذا المثلث، مو مثلث، الخيمة ذي ما ادري شو اسمها، الهاوس، وهذا الحق السراير، بس حق النوم اللي ننام فيه. رأيت و ايش ابو كاتم؟ ايش في ابو كاتم؟ والله شوف بيني وبينك يا ابو علي، ابو كاتم هذا انسان مثل شاهي زد رصيدك، تشربه وتصحصح من كثر ما هو يدخل وترتاع مع الترقد صحصح. فهو انا مثل شاهي زد رصيدك، تشوفه مع الترقد من قوه الخلعه اللي تجيك. هذيك المرة يدخل علينا بالكلاب، والله العظيم ما جتني ام الركب، جتني ام الجسم، يعني كل جسمي يوقف مو بس ركبي. الله يخلع العدو. الناس تدخل باستقبال تمام، ذا يدخل باستقبال يرض يخدم. خلاص وصلت تمام. إيه يا أخي دائم جلسة الصبح، الصبح يا أبو علي تذكرني بأمي، أمي الله يطول عمرها الطاعة، والله إني اشتقت لها يا أبو علي. 15 يوم ما شفتها، يرضيك يا أبو علي، يرضيك بالله، يرضيك إني 15 يوم ما شفت أمي. أمي يا أخي، أمي دائم إذا شفتها أقول لها الله يسعد السس، تضحك تضحك إذا قلت دي، الله يسعد الس ويوفق الس ويبارك فيس، تضحك عرفت؟ راح تريها تقول امين بس تضحك. اجل الضحكه بس ما نحرم منها. يو اخر كلمه سمعتها يوم جيت طالع من بيتنا تقول لي، تعرف الابتسامه اللي فيها ضيقه صدر، اللي تقول الله يوفقك وانا امك. يا قلبي الله يحفظ يا امي ويخلي يس لي بس، علشان ان شاء الله ان امي ذا بتضحك ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. تبي شاي زد رصيدك ذا اللي يخليك ما ترقد؟ تبين ينزل؟ طفشت من ذا فوق، ماني بنازل، بقعد فوق. بس والله يوم كنت شايلك مع في فمي وانا ارقى هنا، ترى يوم طحت شقيت فمي، ترى اذكرها يعني، انا قاعد احاول امشيك وفي الاخير تشق فمي. لا انزل الحين واخليك فوق، عارف؟ انتبه. شوف شوف هناك، هذا هنا امس صالح الزهيري كان جاينا، عرفت؟ بس اني كنت ما قعدت معهم انا، مشكله والله ما قدرت اقعد معهم. ولا انت شفت سالفه اللي في بروفايلك ذا هاني؟ ها تدري ايش يقول لي؟ يقول لي اخ سعد، قلت له سم، انا كنت معصب وقتها، كنت مسوي فيها اني متنرفز. قال اخ سعد، قلت له سم. قال هل ممكن تعرض نفسك على طبيب نفسي؟ انا اعطيته نظره اللي تعرف اللي نظره الرجال، لا نظر لها رجال نظره الرجال، عرفت اللي هو معصب. قلت له ممكن تعيد السؤال؟ انا به يفهم ان السؤال ترى ما عجبني يا استاذ هاني، عرفت؟ مع ذلك عاد السؤال، دليل انه ما يفهم نظراتي، ما يفهمني وانا معصب. فقال انت هل تعرض نفسك على طبيب نفسي؟ مش قلت له؟ قلت له ما عجبني سؤالك. شوف رد الرجال كيف، ما عجبني سؤالك والله اني صدق، تبي الصدق والله، دام ما حد يسمعنا الحين، والله اني احتاج طبيب نفسي والله على ذا الجلسه ذي واني قاعد اكلمك انت، والله اني احتاج طبيب. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
والله انت اللي تحتاج. طب لا تسب، ها لا تسب، يكفي هاني. اوكي روق روق ام المانجا. لا ادرع عندك تحت واكسرك. اوكي هاني على عيني وراسي، فهمت؟ بس تجي انت تقولها لا. انا رديت له قلت له ما عجبني سؤالك، تدري وش قال؟ قال انا ما عندي مشكله اعرض، خاف خاف هاني ترى. يوم قلت له ما عجبني سؤالك تحس انه بدا يتردد كذا، ثم قال استاذ سعد ترى يعني انا بعد ما عندي مشكله اعرض نفسي على طبيب نفسي. عرفت شفت كيف الخوف هذه اثار الرهبه فيني، اخوف انا ترى بعض الاحيان. فقلت له ما عجبني سؤالك، قال انا ما عندي مشكله أعرض. قلت خلاص انه ما عجبني سؤالك، وقلت له في الاخير تخيل كذا قلت له اشكرك على انك قلت لي ذا السؤال، فهمت؟ انا شفت الرجال بدا يرتبك، حتى يوم طلعنا يكلمني هو يقول كذا مرتعد خايف. والله لا ما تعرفني زين انت يا ابو علي. هذه المرجله، تعرف المرجله انك انت لا شو اسمه احيانا بيرقد وقاعد تشرب من شاي ذا زد رصيدك، يعني بسنتر لين بعد بكره. وترى ميزه زد رصيدك شاهيهم يخليك تقعد يومين ما تنام، عرفت؟ عشان كذا انا قلت لك تمسك خط بريطانيا عاد طبيعي. ف يا الله يا من على العرش استوي يا كاشف لها. صدق والله كلهم نايمين يا ابو علي، والله كلهم نايمين الا انا احس بس. والله وجهي شقص. ايش معنى شقص يا ابو علي؟ شقص يعني تشبث، لا مو تشبث، شقص يعني يبس، يعني وجهي اذا قلت لك وجهي شقص يعني وجهي يبس، فهمت؟ فاقول لك وجهي شقص من البرد، فهمت؟ شقص يعني يبس من البرد، يعني الحين لو اضحك شفتي تنقطع نصين من قوه ما وجهي ميبس من البرد. صدق فودي الحين اروح لغرفتي عشان ادهن وجهي، بس والله بعيده وما فيني حيل وفيني النوم ولا فيني نوم، يعني ارق يعني مريض. استغفر الله. بس يا عصفور عصفور، ترى انا عصفور، تعال. وش ذا؟ وش يرد علي؟ والله 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 والله. سولف من قعدت انت تناظرني، سولف. تبي قهوة تزيد رصيدك؟ طيب هذه القهوة حق تزيد رصيدك. لا هذا الشاهي، انت تشرب شاهي في فنجال عادي؟ يلا ها امسك. ايوه اصبر تم، خليني انا بشرب بشتبه بوجه. معليش بالغلط زلت لسان، زلت لسان يا ابو علي. معليش خليني بشرب شاهي. يلا اوعد اخر شاهي وننزل الحين انا وياك. ولا وشلون انزل الزمازم معي؟ شلون انزل الحين؟ اذبها؟ ايش رايك؟ ما حد داري صح؟ ولا اذبها فوق الخيمه عشان فوق الخيمه ما تنكسر، فهمت؟ بعدين لا نزلت تحت اخذها من فوق، ايش رايك؟ فكره ذكيه صح. والله اني انا تدري انا يوم ولدتني امي، لا اله الا الله طاحت ما ادري هي من انا يوم ولدتني امي ترى ولدتني وانا معي قلم. ليش قلم؟ من قوه ما انا ذكي ولدتني امي وانا معي اكتب كذا. حتى امي يوم ولدتني تقول وش اللي معك؟ يقولون قلم قلم وانا قاعد اكتب من حيني وانا ذكي ما شاء الله. بس الحين ما معي قلم، ليش؟ لان ما نسيته في الغرفة، عرفت؟ وش تقول؟ سؤال في بيض يعني مخيسة، سؤال في مخيسة. ما هو نصاب لك شاهي في فنجال تقول سؤال في مخيسة؟ هذه كذا ترد المعروف لي اني مطلعك من المطبخ، قاعد 15 يوم في المطبخ وقاعد امشيك في المنتجع وحاطك فوق. صح اني كسرتك شوي بس عادي،
بس مطلعك من المطبخ وحاطك هنا في الاخير تقول اني كسرتك اني سوال في بيض. بالله هذه هذا كلام رجال ذا. ها خلني اخلص بس الشاهد اني لا الفطبك هنا الفطبك بمعنى وشو اني اصفرك فهمت؟ فخل بالفطبك الحين بس خلني اخلص الشاهد. يا ليت في احد قايم يا شباب. شباب بالله واحد يقوم يا شباب واحد يقوم الله يسعدكم تكفون واحد يقوم واحد يقوم قد معي يتصدق علي يا شباب. قوم وقاعد مع ابو علي والله العظيم انه لا سوالف ولا منه فايده ويسب ويقول سوال في بيض والله العظيم الناس ما تقدر. مطلع من المطبخ لا ما ادري كم قاعد في المطبخ وفي الخير يسبني. واحد يطلع معي يا شباب يا شباب احد يسمعني الساعة كم؟ يوه تدري يا ابو علي في ناس الحين في مدارسهم والزحيفة اللي قاعدين الحين ما ناموا بس الزحيفة ذولي طالعين يروحون البوفية يشتروا لهم فطور وانا قاعد هنا اشرب شاي زدر صيدك رابع بيال اشربها الظاهر و ايه اقول لك الحين وقت مدارس عرفت اليوم الاحد اقول لك الحمد لله على كل حال يا عصفور بس 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 بس, بس. لا العصفور ما نقول له بس بس صح وش اقول له طيب شلون اصفر يا اخي ما اعرف اصفر انا بس بس. تعال يا اخي تعال بالله يا اخي ليش ما يجي العصفور عندي كلام بالفله شربت الذا خلني بشرب عنك خلصت فنجالك البيالة حقتي فبنزل الحين شوف البيالة أنا بذبها هنا ما راح تنكسر وإذا انكسرت الكل اللي تبي شفت ما انكسرت عشان بنزل لازم أذب أنا قاعد ما قاعد أشيل حتى البيالة ما انكسرت بس أنت شلون أنزلك شوف في فكرة أبذب هذه تحت وبأنطلك عرفت لا والله خيانة ما يصلح لازم إني أشيلك و ايش خليك هنا اصبر ها بسم الله لن يطيح انا بس تعال تعال خليني اشيلك الحين والله انك متكس مو متكس والله انك متعافي ما شاء الله بسم الله عليك بس لا حد يشوف معليش طاحت بالغلط يا ابو علي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وين انزل معه الحين بس خلني برفع ثوبي عشان انزل زين شلون انزلك يا ابو علي والله صدق شوف انا بنزل شوف شيء اصبر انت خليك وين احطك اي خلاص خليك هنا اصبر طيب اصبر اجيك الحين يوه بلشت شلون انزل الحين يا سامي الجعوني شلون انزل يا حقين بدايه بينزل من هنا كيف مشاكل الشباب رقدي مع اصلح صارخ انا شلون رقيت اي صح اصبر كذا دقيقه يا رب ما تطيح يا رب ما تطيح عشان لو طاحت بيصير مشكله بعدين تروح نقاط سعد بعدين يطلع ابراهيم بعدين ينصل الباب خلينا الحين بنزل شوي شوي هذه مشكلة القصار القصار يوه
الثوب كل شوي مفكوك. تمام ما طاح. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. كويس اني. وين ابو علي؟ وينك؟ ايه هنا انت. شوف بذبكم الحين من هنا. شلون نزلت احطهم. بنزل. شربوا علي فوق. مش يبقى علي بس اخاف ينكسر. يا رجولي اخ. معليش بس رجولي تكسرت. خلاص ماشي الثوب. ابو علي وينك؟ اي بغيت انسلك. حسب النزلة شوي خفيفة صارت قوية. هذا انت هذا البيال والفنجان. شفت الحين وريت كل صحة. قل لي صحة شهقت هذا المنتجع من فوق عرفت. فالحين ودي اخذ بك فرة اخر فرة. مو باخر فرة يعني قلت تعبت باخذ لك فرة بسيطة على رجاء المنتجع. خلني الحين بحاول عرفت بحاول.